هاد المحلول غادي يهنيك من الحبوب، غادي يهنيك من الاثار ديال الحبوب، غادي يهنيك من البقع الداكنه، غادي يهنيك من اي مشكل عندك في البشره ديالك. كتبقاي ديري غير من ليله لليله، مده اسبوع غادي تلاحظي الفرق. غزال بزاف والنتائج ديالو واعرين بزاف، وبزاف الناس جربوه منهم انا، واعر بزاف البنات، وحتى الثمن ديالو رخيص. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان ضاحكين ناشطين يا ربي، وكلشي هو هذاك. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هذا المحلول، هذا غادي نهضر عليه ونعطي عليه بزاف ديال المعلومات. هذا المحلول هذا البنات هو كلورور صوديوم، التركيز 0.9%. هذا البنات كيتباع في الفرماسيان، كاين اللي كيبيعو ب 18 درهم وكاين اللي كيبيعو ب 19 درهم. بالنسبه ليا انا راه خديته ب 19 درهم. هذا البنات كيديروه في السبيطارات بزاف، كيحقنوه للناس اللي كيكون اللي كيكونوا مرض بالسكر. الله يشافي الجميع. كاين الحلو وكاين المالح. اليوم غادي نستعملوا فيها السيروم المالح اللي هو الكلورور صوديوم، التركيز 0.9%. هذا البنات كيتباع في الفرماسيان، الثمن ديالو رخيص ما غاليش بزاف. كاين اللي كيبيعو ب 19 درهم وكاين اللي كيبيعو ب 18 درهم. بالنسبه ليا انا راه خديته ب 19 درهم. هذا البنات زوين بزاف، تينقي البشره، كيحيد الحبوب. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب وجه ديالهم مساكن مشوه بزاف من الحبوب، عندهم داك الحبوب الكبير بزاف وكيقيح، كتستعملي من الليل لليل مده اسبوع يبان لك الفرق. عندهم اثار ديال الحبوب وعندهم البقع الداكنه في الوجه، كنصحهم كذلك بهذا المحلول. هذا المحلول شحال هذه كنت كنقول لكم في الفيديو ديالي راه بغيت نشريه وغنستعمله، حيت هضروا عليه الناس بزاف. زعم صراحة شريته وكنساليته، وخديت هذا باش نصور لكم الفيديو ونوريكم طريقة الاستعمال ديالو. بالنسبة للبنات اللي ما باغينش يشريو هذا ولا ما زعموش يجربوه، واخا انا كان والله الا البنات كننصحكم انكم تجربوه، لحقاش غزال بزاف. بزاف منكم يقدروا يعارضني يقول لي لا راه ماشي المالح اللي مزيان للبشره، الحلو. بالنسبه للسيروم الحلو البنات تستعمل الشعر، ما تستعملوش المالح لحقاش غي يزيد ينشف لكم الشعر، بالخصوص البنات اللي عندهم هذا اللي عندهم الجلده ديال الشعر اصلا ناشفه وعندهم تقصف الشعر، وغادي تزيد تنشف لكم. حيت انا كنلاحظ هذا الشيء، فحال مثلا انا هنا دابا بحكمي انا ساكنه هنا في مدينه بوجدور، وغي كيتريطيو الماء وكيتريطيو تيديروا معالجه ديال مياه البحر، وهو باش كنشربوه وهو باش كنسقاو وندوشو الى اخره. ملي جيت انا من يعني ملي جيت، حيت الناس اللي كانوا متبعيني في القديم كنت ساكنه في اولوز نواحي تالوداند، تما الماء عندهم غزال عادي، كان شعري صراحه عادي طايح وطايح ومسبسب وزوين. ملي جيت لهنايا شويه تشنتف، يعني لا خصني نبقى بالزيوت الوصفات بزاف الحوايج باش الله كيرجع الحيويه شويه، كيتشنتف. وبزاف الناس غيلاحظوا هاد القضيه هادي الا جاوا لهنا للصحراء، داكشي علاش كتشوف بزاف النساء الصحراويات كيعتنيو بزاف سواء بالشعر ديالهم ولا البشره. لحقاش الماء صراحه هنا ما نعاودش لكم صراحه، والله الماء مالح بزاف عندهم، داكشي علاش كنقول لكم ما تستعملوش الشعر هذا اللي مالح، استعملوا الحلو. وحتى الحلو عنده الخصائص كيفاش كيتستعمل الشعر، كديروا غير واحد المقدار في الوصفات اللي كتستعملوا فقط للشعر باش كيعطي واحد اللمعه وكيغذي لكم الشعر. هذا تنصح به البنات اللي تيعانيو من الحبوب ولا عندهم المشاكل بحال هكا ديال البقع، لطراس قديم ولا شي حاجه قديمه بحال هكا، تعملوا حتى لوليداتكم الله يستر الا كان وقع شي حرقه في يديهم ولا رجليهم ولا تدفقات عليهم شي حاجه الله يستر ودارت لهم شي حرقه خايبه، شريو هذا دهنوا به لوليداتكم واحد مده 3 ايام ما كيبقاش الجرح وما كيبقاش حتى الاثار ديالو. هذا البنات طريقه الاستعمال ديالو غادي نوريها لكم دابا. بالنسبه للبنات اللي ما باغينش يشريوه كما قلت لكم، خليكم معايا راه ما نسيتكمش، اخر الفيديو غنعطيكم واحد الوصفه كبديل لهذا المحلول. فحال وفحال هذا المحلول نيشان، كتاخذوا هذه القرعه هذه كما كتشوفوا راه فيها ثلاثه تقع بها هما، وكتاخذوا البره. هذه البره البنات تقدر تكون عندكم في الدار، بزاف البنات كيستعملوا النقش وداكشي، ولا ما عندكمش خذوها في الفرماسيان تكون معقمه ومزيانه، لحقاش هذا المحلول كيكون معقم ما تجيوش تدخلوا ليه شي بره ما تكونش نقيه باش بحال هكا ما تخسروش الفوائد ديالو. كتاخذوا هاد البره هذه
كتاخذوا البره ومن هاد التقابيه البنات كتخشيوها فحال هكا، كتخشيوها مزيان لحقاش كتكون واحد الميكه لتحت، حاولوا انكم تخشيوها مزيان وكتهزوا هاد المحلول، كتهزوا هاد المحلول بالبره، كتهزوا القياس اللي بغيتو نتوما وشحال بغيتو تهزوا وشحال يقدكم في الوجه ديالكم. كتشدوا شي قطن، هذوك القطن اللي كيكون دائري كتكون خاص بالوجه كيتباعد مال الماكياج، كتاخذوه وكتمسحوا الوجه ديالكم كامل بهاد المحلول. الا كنتو دايرين الماكياج شنو غادي ديروا؟ كتاخذوا هاد المحلول كتمسحوا به الوجه ديالكم كامل، كتمشوا تغسلوا الوجه ديالكم بالصابون، من بعد ثاني كترجعي ديري هاد المحلول، عاد كتمشي تنسي فيهم الحبوب. الا داروا غادي تحسوا بحرقكم شويه، علاش؟ لحقاش هاد المحلول فواحد النسبه كبيره ديال الملح اللي كتحرق لكم داك الحبوب، ما كتخليش طراس ديالو نهائيا. وكذلك حتى البنات اللي عندهم البقع الداكنه، والله الا البنات راه تيصفي الوجه مع المده غادي تشكروني وغادي ترجعوا تقولوا لي يا كوثر رحنا جربناه ولقينا عليه فائده. هذا البنات ما تخلطوش به شي وصفه، ما تشدوش مثلا شي وصفه تبداو تخلطوا به وداك الشيء، لا ديروا هذا استعملوه بوحدو. بالنسبه للسيروم المالح هو اللي تيدير في الوصفات، تقدروا ديروه كذلك للوجه، كيدار في الوصفات الطبيعيه تقدري تخلطيه مع مايزينا نيدو الى اخره، هذا كيتستعمل في الوصفات اللي التبييض. الا بغيتو تعالجوا شي مشكل البشره كما قلت لكم البقع ولا الحبوب ولا حاجه استعملوا هذا البنات. اللي عندهم الحبوب بزاف يتبعوا السيمانه كامله تيساليو السيمانه، من بعد ثاني يبداو يديروا غير مثلا جوج المرات في السيمانه ولا ثلاث مرات في السيمانه، هما غاديين وكينقصوا حتى كيبان لهم راه الحبوب ديالهم صافي نقص، راه الوجه ديالهم تنقى من الحبوب وصفى كذلك من ليطاش والبقع الداكنه. دابا غادي ندوز نشرح لكم غادي ندوز نعطيكم الوصفه اللي قلت لكم بالنسبه للبنات اللي ما باغينش يشريوا هذا المحلول ولا ما باغينش يستعملوه، غنعطيكم بديل طبيعي اللي تقدروا كذلك تستعملوه من ليله لليله، كيصفي كذلك البشره وكيزيل الحبوب الاثار ديال الحبوب. بالنسبه للبديله البنات كتاخذوا ملح الطعام، الملح اللي تنستعملوها في الطياب كتاخذوا منها واحد راس معلقه صغيره بحال هكاك. اشنو غادي نديروا ليها؟ تندوبوها اما بالماء المعدني اللي تتاخذوا في الحانوت باش بحال هكا كتعقموا هاد الوصفه اكثر. ما عندكمش خذوا غير الماء ديال الروبيني وغليوه وخليوه حتى يبرد، وهو باش غتخلطوا هاد الملحه هذه كتاخذوا شي قطن وكدوزوها على كاع الوجه ديالكم. غير هذه البنات ملي كتفيقوا كتغسلوا الوجه ديالكم في الصباح كدهنوا الكريم المرطب، سواء هذه ولا الوصفه اللي عطيتكم في البدايه ديال الفيديو ديال المحلول، ضروري الترطيب لحقاش اي حاجه كتكون فيها هكا الملحه كتنشف شويه البشره. هادشي الا ما كانش عندكم البشره دهنيه 100% كانت عندكم مختلطه ولا جافه، لحقاش كتكون حتى بعض البشره كتكون جافه وكينوض فيها الحبوب. الا كانت عندكم بشره جافه كما قلت لكم ضروري من الترطيب ما تعكزوش عليها البنات، فشحال هكا ما تنشفش ثاني البشره بزاف. حاولوا انكم تشربوا الماء بزاف، بعدو من البيض، بعدو من الفرماج، بعدو من الشوكولات، بعدو من ماكلات الزنقه، بعدو من اي حاجه اللي تقدروا اللي تقدر تكرفص لكم البشره ديالكم، لحقاش قد ما بعدتي على هاد الحوايج قد ما الوجه ديالك كيزيد يصفى. وكذلك كنصح البنات اللي ما عندهمش الحساسيه ديال الماء الورد يبقاو يرشوا الماء الورد فحال هكا على الوجه ديالهم، ديروه في الثلاجه لحقاش دابا عارفين الجو سخون، ديروه في الثلاجه مره مره ملي الظروف بحال هكا رشوا على الوجه ديالكم ماء الورد، وما تكثروش من الماكياج بزاف الا كان عندكم الحبوب في الوجه، لحقاش الماكياج كيزيد يسد المسام وكيزيدوا الحبوب يخرجوا لكم في البشره. كذلك ما تنساوش الواقي الشمسي الا كنتو مشيتو للبحر ولا خرجتو لاي بلاصه، لحقاش دابا عارفين ان الصيف والحراره كتكون مجهده بزاف. وبالنسبه للبنات اللي تيتشكاو من بقع الداكنه كيكون السبب ديالهم هو الشمس، الا كنتو كديري شي اوكرون كديروا شي واقي شمسي عيان ماشي زائد 50% راه ما تيحميكمش نهائيا في الشمس. وما تنساوش ان الواقي الشمسي تيتبدل كل ساعه، خصكم تعاودوا ديروه، وكاين اللي كيبدلو على ساعتين، لا هذا غلط، كل ساعه عاودوا ديروه لحقاش هو راه ما كيضلش يشد شاد لكم اكثر من ساعه.
كنتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. الا شفتوا راسكم استفدتوا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم باش فحال هكا نزيد نحط لكم فيديوهات زوينين ومفيده. ولا عجبتكم لاشين ما تنساوش تنضموا للعائله ديالنا اميره بيتي بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ولا صابوني. ونشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي. طلعوا ليا فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.